بيبي باس. مرحبا، اضغط هنا للاشتراك. مرحبا 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 تيمي. مرحبا، انت لطيف جدا يا تيمي. لا 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 لا. جسدي هو ملكي الخاص، الجميع يحب وجهك اللطيف. لمس لمس خاص خاص، معجب كذلك فقط. قل لا 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 لا. رغم أني طفل صغير أستطيع قول لا لا. جسدي هو ملكي الخاص. أنا آسفة، كان علي أن أسألك أولا. لا 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 لا. لا تلمسني. لا 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 لا. أنا لا أحب ذلك. لا 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 لا. لا تلمسني. لا 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 لا. أنا لا أحب ذلك. جسدي هو ملكي الخاص. الجميع يحب بطنك الكبيرة. دغدغ دغدغ دغدغ. إن لم يعجبك إذا حاول شخص لمسكم رغم رفضكم، أخبروا أبويكم على الفور. لا 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 لا. جسدي هو ملكي الخاص. جسدي ملكي الخاص. فقط قل لا 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 لا. أنتم على صواب، يمكنكم قول لا إذا أراد أحد أن يلمسكم. إنه مثل قول نعم أو لا إذا طلب منكم أحد استعارة أقلام التلوين خاصتكم. إذا شعرتم بالانزعاج قولوا لا فحسب، لأن جسدي هو ملكي الخاص.